السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، والبداية بالعنوان. المملكة ترحب بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان. قوات التحالف تعلن تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار نجران. إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطى في المملكة تتجاوز 47 مليون جرعة. وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة مذكرة تفاهم بين برنامج استدامة الطلب على البترول وشركة ناشونال أويل والفاركو لتحفيز صناعة الغاز والبترول عالميا ودعم التعاون فيها، إضافة إلى تعزيز جهود التعاون بين البرنامج والشركة لدعم وتشجيع استخدام المواد غير المعدنية من الناحية البيئية والاقتصادية ودعم مكانة المملكة بوصفها موردا عالميا للبتروكيماويات. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في موعدها المحدد للإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية. وأكدت الوزارة في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة. أعلنت قوة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار نجران. وبين التحالف أن المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لتنفيذ هجوم عابر للحدود، مشيرا إلى أن تناثر الشظايا على حي العريس السكني لم ينتج عنه أي إصابات. وأكد التحالف أن انتهاكات الحوثيين تسيء لسياسة ضبط النفس وجهود الحل السياسي. أكد مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة تمكنه من انتزاع وإتلاف أكثر من 289 ألف لغم حوثي في مختلف المحافظات اليمنية. حقق مشروع مسام الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نتائج نوعية في تأمين مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية وتطهيرها من الألغام التي تهدد حياة آلاف اليمنيين في أغلب المناطق. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده مشروع بسام في العاصمة المؤقتة عدن، أكد مدير المشروع أن الفرق الهندسية مستمرة في العمل على تجنيب اليمن مخاطر الألغام التي تزرعها ميليشيا الانقلاب في أغلب المحافظات اليمنية. إلى تاريخ اليوم مشروع مسام أزال 6114 عبوة ناسفة على الأراضي اليمنية. الرقم هذا بأي مقياس عالمي يعتبر كارثة بكل تفاصيلها، مقارنة ب 4183 لغم مضاد للأفراد. يعني إذا أنت تشوف عدد العبوات الناسفة اللي وضعت حديثا ووضعت من جهة معروفة وبتقنية معروفة وبمواد استوردت من خارج اليمن، تجد أن هذه الأرقام الألغام. مشروع مسام أزال 97187 لغم مضاد للآليات، والجزء الكبير منها حول لألغام مضادة للأفراد باستخدام دواسات كهربائية، وأزال 181562 ألف قذيفة غير منفجرة. يعني نحن نتكلم اليوم عن تقريبا 290 ألف اللي تم إزالتها من بين ألغام عبوات ناسفة وقذائف غير منفجرة على أراضي الجمهورية اليمنية. وبرغم المخاطر التي تواجه الفرق الهندسية لمشروع مسام، إلا أنها تبذل جهودا كبيرة في إزالة الألغام وتطهير الأراضي وتأمين المناطق السكنية من الخطر الذي لا يستثني أحدا. أنا بعض الألغام اللي طلعناها نحن في اليمن، يعني إيش أقول لك، طالعة من الفرن قبل ساعة،
ما هي ألغام قديمة، ألغام جدا حديثة. وللأسف أن هناك تطور في صناعة هذا الألغام، وفي تطور في صناعة العبوات الناسفة. الألغام اللي شلناها قبل 3 سنوات تختلف عن الألغام اللي قاعد نلقاها اليوم في بعض المناطق، في تعز ألغام جديدة، في الجوف في ألغام جديدة، في تعز في عبوات ناسفة جديدة. وتعد مناطق الساحل الغربي ومدينة تعز ومأرب والجوف وشبوة من أكثر المناطق التي زرعت فيها ميليشيا الانقلاب الحوثية الألغام، والتي أدت إلى مقتل وجرح المئات من اليمنيين أغلبهم من الأطفال والنساء. أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن جائحة كورونا ما تزال قائمة على المستوى العالمي، مبينا أن بعض الدول عادت للإغلاق الجزئي أو الكلي. الاتساع أصبح بحجم ومستوى قارة تعود مجددا إلى تسجيل مسمى بؤرة تفشي عالمية كبيرة. عادت لدى العناوين التي تشير إلى أن دول تعود لفرض الكمامات بعد أن كانت تراخت في إلزام أو الحث عليها أو جعلها من الإجراءات الرئيسية. دول أخرى بعناوين جديدة يرصد فيها فرض حجر على غير المحصنين. دول أخرى تعلن بأن العلاج لغير المحصنين لن يعود بالمجان. ودول أخرى تسجل مدنها حول العالم عودة لإجراءات حظر جزئي أو حظر حتى كلي في بعض هذه المدن. هذه الصور وصور إعادة الإغلاقات للأماكن، صور عودة الاحترازات بقوة وشدة شديدة تعيق كثير من المناشط، صور المرضى وهم يكتظون في العنايات الحرجة وفي أقسام الطوارئ وفي حالات متقدمة وارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات، كلها أحداث تعيدنا بالذاكرة إلى بدايات مؤلمة، إلى موجات سابقة لا أحد بلا شك يرغب بأن تتكرر. وأضاف متحدث الصحة قوله إن المملكة تعيش مرحلة ذات مستويات آمنة وانخفاض في المنحنى الوبائي رغم التغيرات العالمية. الحمد لله نحن اليوم نعيش في مراحل وفي مستويات آمنة، في مستويات ومكتسبات مهمة جدا. نعيش ولله الحمد في مستوى تدني لأعداد الإصابات والحالات والمنحنيات، ولكن هذه المكاسب مهم جدا كما وصلنا لها أن نعي بأن الأهم أن نحافظ عليها. وكيف نحافظ عليها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى؟ بأن نتقيد بما يجب علينا من مستوى احترازات، وأن لا نستهين فيه، وأن نتلقى اللقاحات، وأن نستكمل التحصين، وهذا أمر مهم جدا. وعلى الجميع يعي بأن هذه المسألة مسألة مسؤولية. حاليا الحمد لله الأعداد قليلة ونتمنى أن تتلاشى، والإعلانات اليومية لأعداد الحالات ولله الحمد منحسرة ولكنها لا تزال موجودة، ولا نريد أن تحقق لا قدر الله أي ارتدادات أو ارتفاعات كما حدث في دول أخرى أو موجات متكررة في أقاليم حول العالم. حالات العنايات الحرجة التي هي في حدود 50 حالة أقل أو أكثر منها حاليا، نسأل الله لهم أن يمن عليهم بعاجل السلامة والعافية. لا نريد أن تزداد، ونريدها أن تتلاشى بأن يتعافى الموجودين إن شاء الله، وأن لا يضاف إليهم دخول مزيد من الحالات. حالات الوفيات على قلة العدد، إلا أننا لا نتكلم عن عدد، نحن نتكلم عن أشخاص غالين علينا جميعا. لا نريد أن نفقد أحد، واجبنا جميعا أن نحرص على صحتنا وصحة من حولنا، وأن نبادر بأن نستكمل التحصين حماية لنا وللآخرين، ونواصل تقيدنا. هذا وتجاوز إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في جميع مناطق المملكة أكثر من 47 مليون جرعة، إذ بلغ عدد المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا أكثر من 22 مليون و200 ألف جرعة، فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 24 مليون و490 ألف شخص. أكدت وزارة الحج والعمرة أن أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة والزيارة تستلزم حجزا مسبقا عبر تطبيق اعتمرنا،
ويشترط فيها التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في توكلنا إلى محصن أكمل جرعات لقاح كورونا. كما أوضحت الوزارة بأن الحاصلين على تصاريح السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما يمكنهم تكرار الزيارة حسب توفر المواعيد المتاحة في تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا دون الحاجة إلى التقيد بمدة زمنية بين الزيارات السابقة، في حين أن الحصول على تصريح الصلاة في الروضة الشريفة يتاح لضيوف الرحمن مرة واحدة فقط كل 30 يوما. مشاهدينا الكرام، نشرتنا انتهت، بقي أن نذكركم بعدد. المملكة ترحب بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان. قوات التحالف تعلن تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار نجران. إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطى في المملكة تتجاوز 47 مليون جرعة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله.